أهلا تحية مرة أخرى. الحديث يتجدد عن الكرة السعودية هذه الأيام، لا حديث يعلو لا صوت يعلو إلا عن المنتخب السعودي. العد التنازلي بدأ لكأس أمم آسيا المقبلة في الدوحة 2024. الأخضر يعسكر في الدوحة، من أوائل الواصلين للدوحة من أجل نجمة رابعة، لقب رابع اشتقنا له كثير على صعيد كرة القدم السعودية. من 96 ونحن قد اشتقنا للقب آسيوي جديد بإذن الله تعالى للأخضر السعودي. قائمة السيد مانشيني، عناصر المنتخب، الحديث في الأيام الماضية عن الأسماء التي تم استدعائها، عن الأسماء التي لا تحضر مع المنتخب السعودي في هذه الفترة. اعتدنا على هذا النقاش، على هذا الجدل دائما تاريخيا مع كل قائمة وكل تشكيلة للمنتخب. خلونا نتفق، نضع قمصان وتيشيرتات الأندية على الرف. الآن لا حديث إلا عن المنتخب، نرتدي اللون الأخضر، نتحد من أجل هذا المنتخب ومن أجل أيضا إنجاز اشتقنا له كثير. خليني أتكلم لك عن قوة التنافس اللي حاضر وموجودة. دائما الأخضر في قارة آسيا مرشح لأن يكون حاملا لللقب. آسيا تعرف المنتخب جيدا، تعرفنا كويس. ليش؟ لأننا نحن الأبطال في ثلاث نسخ ماضية، نحن أكثر العرب تتويجا على صعيد هذه البطولة التاريخية، ولذلك لا يمكن لآسيا أن تنسى الأخضر السعودي. استبعاد بعض العناصر، بعض النجوم، بعض الأسماء اللي كان لها بصمة في المونديال الأخير، خاصة في مباراة الأرجنتين، المباراة الشهيرة، يثير بعض المخاوف، لكن هنالك نقطة تفاؤل خليني أحكيها لك. نقطة التفاؤل تتكلم عن استدعاء السيد مانشيني لبعض العناصر الجديدة، بعض العناصر اللي عندها تعطش، عندها رغبة، عندها روح البحث عن روح الفوز والانتصار. أحياناً أنت تحقق الكثير من الألقاب بجانب ناديك، لكن لقب بجانب المنتخب يعني الكثير. كما تحقق إنجازاتك باسم النادي، أيضاً باسم المنتخب هنالك مذاق آخر ومختلف. اللاعبين الباحثين عن الفوز، الانتصار بلا كلل وبلا ملل وتحقيق الإنجاز بقميص المنتخب، هم من يحتاجهم المنتخب في هذا التوقيت. كل التوفيق لعناصر منتخبنا، كل التوفيق لنجوم منتخبنا في هذا المحفل الآسيوي الصعب المراس. تتكلم عن منافسين شرسين جدا في القارة الآسيوية، يتقدمهم المنتخب الياباني بمحترفيه بكامل عتادة يأتي إلى هذه البطولة، بالإضافة إلى بقية المنتخبات. نشوفكم في حلقة قادمة. مصايب.